اللهم إن هذا المرض جند من جنودك، تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. تحصنا بذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة، اعتصمنا برب الملكوت الحي الذي لا يموت. الله أكبر، الله أكبر من كل ما نخاف ونحذر، الله أكبر من كل ما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله، نستغفر الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.